بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. وبعد، مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأبنة في سلسلة منهج التشريح وعلم الأبنة. فرجس البلعور أحد القاسم المشترك بين الجهاز التنفسي وبين الجهاز الفرنجس. بيمتد الفرنجس من اول البيز اوف ذا سكول حتى سي 6، شكله فانل ان شيب عامل زي القمعه. اذا هو واسع من فوق 1 انش، ضيق من تحت نص انش. قسم الفرنجس الى ثلاث قطع: نيزو فارنجس ورا النوز، اورو فارنجس ورا الماوس، لارنجو فارنجس ورا اللارنجس. الجدار بتاعت الفارنجس عبارة عن أربع طبقات من الداخل إلى الخارج: ميوكس ممبرين، فارنجو بازلر فشة، ثم ماسكولر لاير، ثم باكو فارنجيال فشة. يبقى من جوه، من جوه أو فرنجو بازلر فشة، من بره باكو فرنجل فشة، بينهم المصل أو فرنجو بازلر فشة من جوه، الباكو فرنجل فشة من بره، بينهم المصل. مصل زوف ذا فارنجس، عضلات البلعوم. قسمت العضلات لمجموعتين: مجموعة خارجية ودي شكلها سيركولر، دائرية الشكل، ومجموعة داخلية دي لونجيتيودينال، ماشية بالطول. ودول ثلاثة ودول ثلاثة. قد الخارجية: سوبير كونستريكتور، ميدل كونستريكتور، انفيريور كونستريكتور. ثلاث حاجاتهم: سوبيريور، ميدل، انفيريور. كونستريكتور يعني قابضة. الثلاثة الداخلية: بلاتو فارنجس، ستايلو فارنجس، سالبنجو فارنجس. انا لسه ما دخلش على العضلات، لكن ممكن اتوقع الاوريجن سيرش بمنتهى البساطة. بص، بلاتو من البلد، يعني من البلطانه بنروز، فارنجس للفارنجس، ادي الانسيرش بتاعها، ستايلو من الستايلو بروسيس، فارنجس راح للفارنجس، سالبنجو من الديوتر تيوب، فارنجس راح للفارنجس. ده انا توقعت كده الاورجن سيرشن من اسمهم، انا لسه ما دخلش على العضلات خالص. انهي بقى الست عضلات دول يا بيه لهم وان نيرف سبلاي، كلهم بياخدوا من فارنجيال نيرف بلكسس، من فارنجيال نيرف بلكسس لو عملوا كرينيال بارت اوف اكسسوري نيرف رقم 11، ما عدا عضله مميزه جدا اسمها ستايلو فارنجيس ماسل، بتاخد من جلوس فارنجيال نيرف رقم 9. يبقى كلهم هياخدوا من فارنجيال نيرف بلكسس اكسبت عضله مميزه واخده العصب في حضنها ما ثبتوش، اسمه جلوس فارنجيال نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 9. ادي الكونستريكتور ماسل، نبدا بيهم كاوريجن: سوبيريور كونستريكتور ماسل، وارجو التركيز معايا قبل ما الرسمه تتزحم منك. بتاخد اوريجن من واحد: بوستير بوردر اوف ذا ميديال تيروجويد بليت، بوستير بوردر اوف ذا ميديال تيروجويد بليت. اثنين: تيروجويد هامولس، وهو الانفير بارت من الميديال تيروجويد بليت، تيروجو مانديبولار ليجامنت، ارجع للتمبرو مانديبولار جوينت، هذا التمبرو مانديبولار تيروجو مانديبولار ليجامنت رايح يمسك فين؟ في البوستير اند اوف ذا مايلو هايويد لاين. يبقى سبير كونستريكتور عامله اربع اوريجن: بوستير بوردر اوف ذا ميديال تيروجويد، تيروجويد هامولس، تيروجو مانديبولار ليجامنت، بوستير اند اوف ذا مايلو هايويد لاين. لما تروح لمحاضره تمرو مانديبولار جوينت هقول لك ان التيروجو مانديبولار ليجامنت ماسك بين مين وبين مين يا باشا؟ ما بين التيروجود هامولس والبوستير اند اوف ذا مايلو هايويد لاين. استفاد من محاضره تمرو مانديبولار جوينت. ده الاورجن بتاعت مين؟ بتاعت سوبير كونستريكتور. ميدل كونستريكتور مصل اورجن من اللور بارت اوف ذا ستايلويد، ستايلو هايويد ليجامنت، من اللور بارت اوف ذا ستايلو هايويد، ومن اسمه جاي من الستايلود راح للهايويد. تمام، تتوقع يروح لانهي واحد؟ الليسر هورن ولا الجريتر هورن؟ ده هو بدا من حرف الاس،
يبقى روح للي فيها حرف الاس. مين في حرف الاس؟ الليسر ولا الجريتر؟ الليسر. يبقى متوقع يمسك في الليسر هورن اهو. اذا دلوقتي اوريجن بتاعه لو ار بارت اوف ذا ستايلو هايويد ليجامنت، الليسر هورن اوف ذا هايويد بون والابر بارت من الجريتر هورن اوف ذا هايويد بون، ده الميدل كونستريكتور مثلا. طلع من الاور بارت اوف ذا ستايلو هايويد ليجامنت والليسر هورن والابر بارت من الايه؟ من الجريتر هورن. انفيرير كونستريكتور مثلا طلع من الاوبليك لاين على سطح السيروت كارتريج من بره في خط مايل اسمه بليك لاين، ثم طلعت من كيريكوت كارتريج اوف ذا لارينكس. يبقى الفير كونستريكتور طالعه من الغضاريف الحنجره، طالعه من البليك لاين على السيروت كارتريج ثم من السايد اوف ذا كيريكويد كارتريج. تابع كده بقى معايا الانسيرشن. عملوا انسيرشن في حاجه اسمها فرنجل رفي، ومعنى كلمه رفي معناها تندون، تندون رباط ليفي، تندون. بدا منين بايه الفرنجل رفي دي؟ بدا من اول الفرنجل توبركل في البيز اوف ذا سكال، من الفرنجل توبركل بيز اوف ذا سكال لغايه الكريكوت كارتج. من اول فرنجل توبركل في البيز اوف ذا سكال لغايه الكريكوت كارتج. يا باشا الثلاث عضلات دول عملوا انسيرشن في نفس المكان، عملوا انسيرشن في نفس المكان. الثلاث عضلات دول يا باشا اكنك بالظبط جايب ثلاث، بص بص بص، ثلاث جرادل، ثلاثه دلو. بص بص اهو، ادي الاكسترنال، ادي بترتيبه، ادي السوبيريور، ادي الميدل، ادي الانفيرور. الثلاثه داخلين فيها لبعض. بص بص اهو، سوبيريور في الميدل في الانفيرور بنفس المنظر ده كده. عملوا ايه الجماعه دول؟ عمل بريستالتيك موفمنت اوف ذا فارنكس علشان خاطر يدفع الاكل الى الاسوفجس المري. لكن لاحظنا حاجه غريبه قوي، ان العضلات بينها وبين بعضها فراغات. اذا الجدار اللاترال وول اوف ذا فارنجس فيه اربع فراغات. اول فراغ ام، ادي السوبيريور، ادي الميدل، ادي الانفيريور، ادي الفراغات اهي اهي. العضله دي بس العلم مش اسمها باكسينيتور ماسل عشان خاطر تعرف ان هي ماسكه في ترجو مانديبولار ليجامنت. الفراغات يا بيه، ادي اول فراغ بين البيز اوف ذا سكال وبين السوبيريور كونستريكتور ماسل. هذا الفراغ رقم واحد ماشي فيه لوحده خمس حاجات. يبقى الفراغ ده ما اتعملش من فراغ، ده ماشي فيه خمس حاجات. ايه هما؟ اتنين بلاطاي مصل، اتنين بلاطاي مصل، تنسور بلاطاي وليفيتور بلاطاي. اهم تنسور بلاطاي وليفيتور بلاطاي ماشيين فين؟ في الجبد كده. يبقى الجبد ماشي فيها باشا، ركز كده معايا، اتنين بلاطاي مصل، تنسور بلاطاي وليفيتور بلاطاي، اثنين اسندنج ارتري، اسندنج بلاطين، اسندنج فرنج الارتري، وقناه ستاكيوس ستيكيو. يبقى هذا الفراغ الاولاني ماشي فيه خمس حاجات، اثنين بلاطاي ارتري مصل، تنسور بلاطاي لفيتور بلاطاي، اثنين اسندنج ارتريز، اسندنج بلاطين ارتري واسندنج فرنجل ومعاهم ستيكيان تيوب. الفراغ رقم اثنين اللي هو بين السوبيريور وبين الميدل ماشي فيه حاجتين، ماشي في العضله اللي احنا لسه قايلين عليها اللي عندها شذوذ في العصب بتاعها والعصب بتاعها. ايه العضله؟ سايلو فرنجس مصل، والنيرف بتاعها جلوسو فرنجال نيرف. يبقى الجلوسو فرنجال نيرف والسايلو فرنجس مصل الاثنين دول ماشيين مع بعض في الجاب بين السوبيريور وبين الميدل كونستركتور. الجاب رقم ثلاثه بين الميدل وبين الانفيريور. الجاب رقم أربعة تحت الانفير. تعال نعمل مقارنة بين ثلاثة وبين أربعة، ثلاثة فوق وأربعة تحت. ثلاثة ماشي فيها إيه؟ سوبيريور لارنجال فيزل، أربعة تحت انفيريور لارنجال فيزل، ثلاثة فوق انترنال لارنجال نيرف، أربعة تحت ريكارنت لارنجال نيرف. خلي بالك الانترنال لارنجال ده من السوبيريور لارنجال نيرف، اوعى تنسى. ثلاثة الانترنال لارنجال نيرف اصله من السوبيريور لارنجال نيرف. يبقى هنا كده ماشي في ثلاثة، سوبيريور لارنجال فيزل، انترنال لارنجال نيرف في أربعة، انفيريور لارنجال فيزل تحت، وريكارنت لارنجال نيرف. اوعى تنسى ان الانترنال لارنجال نيرف من سوبيريور لارنجال نيرف، والاثنين جايين من الفيجاس نيرف. هذا الجاب، أول جاب بين البيز اوف ذا سكال والابر بوردر اوف ذا سوبيريور كونستريكتور ماسل
في اثنين بلطاي مصر، تنصر بلطاي لفيتور بلطاي. اثنين اسندك ارترز، اسندك بلطاين ده من الفشل، اسندك فرنجل من كسرنا الكاروتيد ارتري. ثم قناه الساكيوس سوكيان تيو. الجاب رقم اثنين بين السوبير وبين الميدل ماشي في العضله والنيرف بتاعها، ستايلو فرنجس مصل وجلوسو فرنجل نيرف. ثلاثه واربعه اهم سوبير لارنجل فيزل، انفير لارنجل فيزل، ترنال لارنجل نيرف، ريكارنت لارنجل نيرف. دخلنا بقى على العضلات اللي هي الداخليه. ستايلو فرنجس مصل من اسمها يا اخي جامل سادو بروسيس، من اسمها جامل سادو بروسيس. ماشي العضله دي لسه قايلينها دلوقتي ماشي في الجاب رقم اثنين بين السوبير كونستريكتور وبين الميدل، لكن قبلهم كانت ماشيه بين الانترنال وبين الاكسترنال كورد ارتري، يبقى مشيت مرتين اهو، مره بين الانترنال والاكسترنال كورد ارتري مع النيرف برضه جوست فرنجال نيرف، ثم مره ثانيه بين السوبيريور وبين الميدل كونستريكتور مصل اوف ذا فارنجس. راحت انتهت فين؟ يا اخي عيب يا راجل، ده العضله اسمها ستايلو فارنجس، يعني راح على الوول اوف ذا فارنجس. بص وخلت معايا البوسير بوردر اوف ثايرويد كارتش. خلي بالك ان الثلاثه اللي هم الستايلو فرنجس، بلاتو فرنجس، سلبنجو فرنجس، ليهم نفس الانسيرشن ونفس الاكشن او ادي الانسيرشن بتاعهم الوول اوف ذا فارنجس والبوسير بوردر اوف ذا ثايرويد كارتش. العضله جايه منين؟ ده جاي من الصليب بروسيس من فوق، يبقى هترفع الفارنجس واللارنجس اثناء عمليه الدوجلوتيشن اثناء عمليه البلع او سوالونج البلع اهو، يبقى بترفع الفارنجس طبيعي جدا الصليب فوق يبقى الصليب والفارنجس اهو بترفعهم اثناء عمليه البلع. سلبنجو فرنجس مصر، كلمه سلبنجو باللاتيني معناها تيوب، اذا المتوقع تيجي من الدوتر تيوب او السكند تيوب، كارتريجس بارت اوف ذا اودوتري تيوب. فرنجس من اسمها هتروح للفارنجس، نفس الانسيرشن احنا قلنا كلهم بيروحوا لنفس الانسيرشن الوول والبوسير بوردر اوف ذا ثايرويد كارتج. هتعمل ايه؟ نفس الاكشن، بترفع الفارنجس واللارنجس، اهي فرعت الفارنجس واللارنجس اثناء عمليه السوالونج. ماشي كده؟ بتعمل ايه تاني؟ خلي بالك ان انت محتاج وانت براكب الطياره عشان ضغط الهواء على ودانك، يبقى لازم محتاج ان ايه؟ دايما قناه الساكس مفتوحه علشان تعدل الضغط على ودانك. ماشي مين اللي بيفتحها؟ تنسر بلاطاي تقعد تمضغ لبان او سلبنجو فرنجس مصل بتفتح قناه الساكيوس، بتحافظ على قناه الساكيوس ايه مفتوحه. بلاتو فرنجس من اسمها جامل بلاطاينا بينوروزس بس من الابر سيرفس اهي، ثم رايحه فين؟ من اسمها فرنجس نفس الانسرشن للولوزا فرنجس والبسير بوردر سير كارتر. الاكشن نفس الاكشن، هترفع الفارنجس واللارنجس اثناء عمليه السوالونج، لكن بتعمل اكشن ثاني خطير جدا ان هي بتقفل فارنجيال اسمس. اخر سلايد في المحاضره هنعرف ايه قصه الفارنجيال اسمس دي. دخلنا بقى على اجزاء الفارنجس. اول جزء نيزو فارنجس، يعني نيزو فارنجس قلنا ورا النوز. اللاترال وول بتاعت النيزو فارنجس يعني ورا النيزل كافيتي. ظهر على اللاترال وول بتاعه، ما هو يا باشا عامل تجويف اهو، بص وعامل تجويف كافت اهي، كافت اهي، شلنا احنا الكافت دي وبصينا عليها من اللاترال سايد. لين على اللاترال سايد فيها ظهر اول حاجه فتحه اوديوتري تيوب، اوديوتري تيوب اللي هي السكند تيوب، يبقى قناه الساكيوس اللي بتوصل دي بين النيزو فارنجس والاذن الوسطى. قناة الساكيوس هتوصل بين النيزو فارنجس والاذن الوسطى، يبقى ادي الاوبننج بتاعت الاوديتور تيوب. فوقيها على طول وراها حته عاليه اسمها تيوب الاليفيشن، فوقيها وراها على طول نازل من تيوب الاليفيشن سلبنجو فارنجال فولد. خلي بالك مين اللي عمل الفولد؟ العضله، العضله نايمه هنا كده يا جماعه. انت لو نايم على السرير وغطوك بالحاف او غطوك ببطانيه انت هتبقى عامل فولد، فولد اهو، هذا الفولد مين عمله؟ العضله سلبنجو فارنجس مصل. ورا منهم على طول في فراغ اسمه فارنجال ريسس، وراهم فراغ اسمه فارنجال ايه؟ ريسس. ثم ظهر بقى في البوستير والز اول لوز، اول لوز اسمها فارنجال تونسل، بس مش دي اللوز اللي انت عارفها، دي لوز البلعوم، اللوزه البلعوميه غير ديك بقى بتاعت البلاطين سقف الحنك،
فرنجة ليه؟ تونسل. ايه قصة الفرنجة التونسل دي؟ فرنجة التونسل ده زي ما انت شايف موجودة في السيرول. كل الناس عندها فرنجة التونسل او كل الناس عندها فرنجة، لكن احيانا الفرنجة التونسل تتضخم خصوصا في الاطفال. تتضخم خصوصا في الاطفال، تعمل حاجة اسمها ادينويد. ادينويد بيسموها بالبلدي عندنا اسمها اللحمية. ادي نويد. تقوم هي لو تضخمت هتبقى اسمها ادينويد. لما يحصل هنا كده ادينويد يا بيه، دنوز يا باشا، دنوز اهو، بص بص بص، دنوز. اذا الفراغ ده كده تتوقع الفراغ ده هيضيق ولا يوسع ولا دنوز زي ما هو. دلوقتي انت بتقول لي هي تضخمت اهي، هي حجمها كده اهي تضخمت. بص 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 اهي بقت عامله كده اهي. لما تتضخم كده يبقى الفراغ ده كده هيقل ولا هيزيد ولا دنوز زي ما هو؟ هيقل. لما يقل يا بيه اول حاجه هيعملها هيعمل لك ايه؟ صعوبه في النفس، لان الممارة بتاعت الهواء قل. تمام كده. بيعمل ايه تاني بقى؟ بيعمل حاجه مشهوره جدا. هات حضرتك بالونه، بالونه، وانفخ البالونه وسيب البالونه، هتلاقي الهواء يطلع من البالونه ما يعملش صوت. لا، هات البالونه وانفخها، وهات فتحه البالون كده وضيقها كده، ده فتحه البالون كده هتعمل صوت. صوت ايضا هنا كده الهواء يا باشا داخل في ممر الضيق فعمل صوت، والصوت اسمه ايه؟ سنورنج. سنورنج شخير كده، اسمه شخير. ليه؟ لان ضيعت له هواء. ثانيا بتعمل تغيير في الصوت. الناس عندها لحميه ورحنا النهارده وجينا بكره، دايما عنده تغير في نغمه الصوت، تغير في نغمه الصوت. ممكن تكبر اكثر من اللازم، تقوم تقفل قناه الساكيوس. لما تقفل قناه الساكيوس تعمل التهابات في الاذن الوسطى. لذلك دايما الناس اللي عندهم اللحميه تلاقي عنده دايما دايما، لو انت ما شلتهاش بدري، ما عالجتهاش في الطب البدري، هيعمل معاه على طول التهابات في الاذن الوسطى. وبعد الالتهابات دي هتلاقي في ايه؟ ثقب في طبله الاذن. ثقب ليه؟ الطريق ده اتقفل، يبدا يدور له على طريق اخر يثقب طبله الاذن. ده الفرنجة التونسل اللي هي لما بتكبر في الاطفال بتعمل حاجه اسمها ادينويد. ده النيزوفارنجس يا باشا، وده الاوروفارنجس. الفراغ اللي بينهم اسمه فرنجل اسمص اهو، اللي هو يوصل النيزوفارنجس بالاوروفارنجس، اسمه فرنجل اسمص. ادي النيزوفارنجس، ابر بارت اوف ذا فارنجس، ورا نيزل كافيتي، اهم فيشر الرفيع، اوبننج اوف ذا ديوتر تيوب، طبعا على اليمين وعلى الشمال. هتوصل النيزوفارنجس بالميدل اير كافيتي الاذن الوسطى. تيوبال الليفيشن على ابر البسيرور اوف ذا اوديتري تيوب. سالبنجو فرنجال فولد، مين عملها؟ سالبنجو فرنجاس مصل. ورا منها سبيس اسمه فرنجاريسس. ثم ظهر تجمع لمفاوي لمفاتيك تيشو اسمه فرنجال تونسل. لها فايده لو هي طبيعيه، لها فايده طبعا، احد الجهاز المناعي بتاع المنطقه هنا كده. لكن هذا الفرنجال تونسل لو تضخم بيبقى اسمه ادينويد. ادينويد. لو زاد بقى الادينويد بتعمل سنورنج، تيورنج سليب، شخير شخير. خلي بالك يا بنت، لو جالك واحد عنده خرفان وجاي يخطبك تاكدي عنده اللحميه هيرفك طول الليل، شخير طول الليل. هتجيب المخده فوق دماغه عشان تكتبي شخير، هيقعد يشخر، هتسيبين الغرفه وتمشي. خلي بالك يا بنتي، لو عنده خرفان تاكدي مليون الميه هيشخر وهو نايم. سنورنج لان كان عنده لحميه. لو سالتيه كده باسلوب غير مباشر، طبعا الا اذا كان طبعا ملياردير ومعاه فلوس كثيره، خلاص بقى مش مشكله، استحمل كل حاجه مقابل الفلوس. هيعمل ايه ديفيكالت في النيزل بريسنج؟ طبعا لان ممر الهواء، ممر الهواء هيدق، وهيعمل تغيير في الفونيشن. فونيشن نغمه الصوت، نغمه الصوت. هيقفل القناه الساكيوس، يعمل التهابات في الاذن الوسطى. اوروفارنجس اند بلاتاين تونسل، اللوز بيه اللي احنا كلنا بقى نعرفها بقى. احنا عندنا ثلاثة لوز موجودين في المنطقه هنا كده، ظهر وعده ورا الثانيه، ثلاث لوز هتسمعهم دلوقتي. اوروفارنجس ورا الاورال كافيتي، شكرا. بيمتد من اول فين؟ من اول بلاتاين ابينوروزس حتى الايبيجلوتس اللي هو لسان المزمار اللي هو احد غضاريف الحنجره. في يا باشا تن فولد، بلاتو جلوسال فولد قدام اللي عملته بلاتو جلوسس مصل، احد عضلات البلت واحد عضلات الطنج. من ورا بلاتو فرنجل فولد
بلاتو فرنجال فولد، عملتها بلاتو فرنجس مصل. دي كده كان اسمها سالبنجو فرنجس، اوعى تغلط اوعى تغلط، دي كان اسمها سالبنجو فرنجس. بين البلاتو جلوسس فولد قدام وبين البلاتو فرنجال فولد ورا في فسه، فسه خطيره جدا اسمها تونزلر فسه، تسكن فيها بقى هي دي اللوز اللي احنا كلنا نسمع عنها بقى، دي البلاطين تنزل، اللوز بتاع سقف الحنب اسمها بلاطين تنزل، دي اللوز بقى اللي انت تسمع عنها انا وانت وكده. خلاص كده، بين ايه؟ بين بلاتو جلوسال فولد انتيريور وبلاتو فرنجال فولد بوستيريور. ادي الباوندر بتاع تنزل الفوسه الانتيريور، قلنا بلاتو جلوسال فولد او ارش ايا كان الاسم، بلاتو فرنجال فولد او ارش. اللاترال يا باشا دي نايمه بقى هنا كده على السوبير كونستركتور ماسل اوف ذا فارنجس، هتفصل عن فيشيال ارتري اللي هو جاي من الاكسترنال كاروتيد ارتري. ده بلاتين تونسل. ادخل على اللوز. ادي اللوز. لوزه يعني لوزه. اللوز انت طبعا كلنا بناكل مكسرات وانتوا عارفين اللوز بتاعت المكسرات شكل اللوزه بالظبط. لها اتنين سيرفيس. ميديال سيرفيس عامل كريبتس تجاويف، تجاويف عليها، لذلك ليه دايما اللوز بتتلهب كتير؟ عشان خاطر تيجي بكتيريا حته اكل تستقر هنا كده اهو في هذه التجاويف تعمل التهابات، تعمل التهابات في اللوز اهو، ده سبب الالتهابات. يبقى اكتر سبب الالتهابات ليه؟ لان السطح بتاعها متعرج ما هوش مستوي، تفتح اي فورم اي جسم غريب يسكن هنا يعمل التهابات، تعمل التهابات في اللوز. اعلى كريبت عندك دخل جوه عمل انترا تونزلر كليفت شق، يبقى ده كريبت اعلى كريبت بس دخل جوه اكتر من اللازم فعمل كليفت شق، ده الميديال. اللاترال سراوندد باي كبسول، اللاترال سراوند باي ايه؟ باي كبسول. ارجع للفسه تقول لك اللاترال بتاعها مين؟ سوبيريور كونستريكتور ماسل. هذا الكبسول هيفصل عن سوبيريور كونستريكتور ماسل اوف ذا فارنكس. هذا اللاترال ريليتد لثلاث حاجات اخطر من بعض، ارتري وفين ونيرف، اسمهم فان، فان فين ارتري نيرف فان. الارتري فيشل ارتري تونسلر بلاس فيشل ارتري، الفين بارا تونسلر فين، والنيرف جلوسو فارنجيال نيرف. يبقى اللاترال ريليتد لعمك فان، الفي يعني فين بارا تونزلر فين، الايه يعني ارتري تونزلر برانش من الفيشال ارتري، الان يعني نيرف جلوسو فارنجيال نيرف اللي هو كرينيال نيرف رقم كام؟ رقم 9. ما بديش غير عضله واحده بس لسه يعني على دلوقتي ستايلو فارنجس مصل، كل النيرف ما بديش غير عضله واحده بس اسمها ستايلو فارنجس مصل. قاتل بلاطين تنزل ماس من اللمفويد تيشو ماشي المندن شيبد موجوده في تونزلر فوسه في اللاترال وول اوف زورو فارنجس. سيرفيس بتاعها لها اتنين سيرفيس، الميديال فري لكن في تونزلر كريبتس من 12 ل 15 واحده، اعلى واحده فيهم عملت ديب جوه التونزل فسماها انترا تونزلر كليفت وزن ذا سبستنس في التونزل. اللاترال كفر باي كبسول هتفصل التونزل عن السوبير كونستريكتور ماسل ذا فارنجس ريليتد لعمك فان بارا تونزلر فين تونزلر ارتري جلوسو فارنجيال نيرف. التونسل يا بيه طالما ريليتد للجلوسو فارنجيال نيرف تاخد منه، يبقى السنسوري بتاعها جاي منين؟ جلوسو فارنجيال نيرف اند ليسر بلاطين نيرف. الحقيقه ان اللوز يا جماعه غنيه جدا جدا بالبلاد سبلاي، غنيه جدا جدا باحد خطوط جهاز الدفاع المناعي في الجسم. بتاخده منين؟ بتاخد تونسلر برانش من الفيشن نيرف، الفيشن نيرف ده جاي من الاكسترنال كاروتيد، ده المين بلاد سبلاي. الفيشن نيرف بيديها فرع تاني اسمه السندك بلاطين ارتري، يبقى بتاخد فرعين من الفيشن نيرف، تونسلر ارتري والسندك بلاطين ارتري، ثم بتاخد السندك فرنجل ارتري. خلي بالك ان دول السندك بلاطين والسندك فرنجل دول كان ماشيين في الجاب رقم واحد، ثم بتاخد من الجريتر بلاطين من السيرد بارت من المجزيلاري ارتري. الفين هيرجع بارا تونزلر فين للفرنجال نيرف بلكسس او الفيشيال فين. اللي فاتك بقى يا باشا اللوز بتروح للابر ديب سيرفايكال انفنود، اللوز
بتروح الابر دير سيرفايكال لينفنود بعيدها 20,000 مره. اللوز بتروح اهو ابر ديب سيرفايكال لينفنود اهي مكان صبعي، شوف انا مشاور فين اهي ابر ديب سيرفايكال لينفنود. كسيرفيس اناتومي ده الانجل بتاعت المندو، ده كان الانجل بتاعت المندو. صبعي ده هنا كده فوق الانجل اهو والدم، فوق الانجل والدم، مكان صبعي هنا كده بالظبط اهو، خش جوه كده ادي مكان البلاطين تنزل اهو. يبقى هي موجوده على اوفال فوس على الريمس بتاعت المندبل، موجوده لايت اباف اند ان فرونت انجل اوف ذا مندبل، اباف اهو اباف اند ان فرونت انجل بتاعت المندبل. هنا هنا جوه خش هتلاقي موجود البلاطين تنزل حته حته بقى براحه. انا قلنا البلاطين تنزل تاخد نفس الصبله منين؟ كلوس فرنج نيرف. لو حصل عندك بقى التهابات في اللوز تلاقي جاي يشتكي لك من وجع في الميدل اير في الاذن الوسطى. يا عمي انت لوزك بتوجعك ولا ودانك اللي بتوجعك؟ الاثنين بيوجعوني. ليه يا بيه؟ لان الجلوس فرنجال نيرف بيغذي الاثنين، بيغذي الميدل اير وبيغذي اللوز. اذا دلوقتي ريفيرد بيه تو ذا ميدل اير ديورنج تونسلايتس التهابات اور افتر تونسلكتومي بعد ما تشيل اللوز. ليه؟ لان الجلوس فرنجال نيرف بيغذي الاثنين، بيغذي اللوز والميدل اير. ده ريفيرد بيه. طبعا احنا قلناها غنيه جدا بالبلاد سبلاي. ناهيك عن ذلك ان استاتوس ليبتومي ممكن احصل سفير هيمورج وده فيري كومن لعده اسباب، اهم سبب فيهم ان هي غنيه جدا بالبلاد سبلاي تمام ماشي، غير كده ان هي ريليتد ليه للباراتونزلر فين ماشي، ممكن تعمل انجري للباراتونزلر فين او الشرايين الكثيره اللي هي بتغذيها. حبيبي انت عندك كام لوز؟ ثلاث لوز، ثلاث لوز. واحد فرنجل تونسل احنا قلناها، بلاطين تونسل لسه قايلينها دلوقتي، ارجع بقى لمحاضره الطنج، لينجوال تونسل على الدورسال سيرفيس من البوسير وان سيرد من الطنج، ادي الثلاث لوز اهم الموجودين عندك في ايه؟ في بطاطا الحلق. فرنجل بالعومي، بلاطين سقف الحنق، لينجوال لسان. الثلاثه دول الثلاثه دول عملوا دايره غير كامله اكتشفها واحد اسمه وولدير وسماها باسمه وولديرز رينج. وولديرز رينج ده هو اللي اكتشف الحلقة الثلاث لوز دول وسماهم باسمه وولد. طبعا احد اقوى جهاز مناعي للمنطقه دي، احد اقوى جهاز مناعي عندك. يبقى لك ان الفرنجل تنزل والبلاطين تنزل واللينجوال تنزل، دول عاملين رينج اكتشفوا الراجل ده اسمه وولدير رينج وسماه باسمه. دول بروتكتيف جهاز مناعي، جهاز مناعي. اثناء عمليه التونسيلكتومي احنا قلنا ريليشن اهو، عامل ريليشن لمين؟ فيشيال. احنا قلنا عمي فان، فان الفين باراتونزولار فين، الايه ارتري اللي هو عباره عن تونسولار برانش من الفيشيال ارتري، والان جلوس فرنجال نيرف. لو انت عملت انجري للارتر الفين هيعمل ايه؟ سفير هيمورش. طب لو عملت انجري للنيرف اوه كروس فرنجل، ده انت فقدت حاسه التذوق والاحساس في البوستيرور وان ثيرد اوف ذا تانج. ليه؟ لان الجنرال سنسيشن احساس العام. يعني احساس عام حضرتك تشرب كوبايه شاي، كوبايه شاي دي انت ممكن تقول لي ده الشاي ده بارد، ده سخن، مسكر، لا ده مش عليه سكر، ساخن برد او بارد، ده جنرال سنسيشن. مسكر او مش عليه سكر ده تيست سنسيشن، حاسه التذوق ده بياخد من جزء فرنجال نيرف بيضيع. انا لله وانا اليه راجعون. لذلك اثناء عمليه اللوز خلي بالك يا ريس من عمك فان، اوعى تنسى عمك فان، ارجوك ارجوك. فين؟ ارتري نيرف. لارنجو فارنكس من اسمه ورا اللارنجس او ورا اللارنجس، لارنجو فارنجس بيمتد من اول الابر بوردر اوف ذا ايبيجلوتس من عند سي 3 ماشي لغايه اللور بوردر اوف كريكوت كارتريج لعند سي 6. يعني هو بياخد من اول الفقره العنقيه رقم 3 لعند الابر بوردر اوف ذا ايبيجلوتس لغايه الفقره العنقيه رقم 6 لعند اللور بوردر اوف ذا كريكويت كارتريج. طبعا احنا عارفين ان هو هيكمل بالمريء اللي هو عباره عن اسفكس.
بقى لازم الفوق. ليه؟ على جانبي فتحة اللارنجس، على جانبي فتحة اللارنجس في تجويف على اليمين وفي تجويف على الشمال، شكله بايريفورم. بايريفورم يعني بيضاوي الشكل، فسماها بايريفورم فسة. هذه البايريفورم فسة موجود على جانبي فتحة الحنجرة. مين عملها؟ مين عملها؟ أو ميدالي آري إبيجلوتيك فولد، ده تبع لارنكس، من الأريتونويد كارترج للإبيجلوتس. آري إبيجلوتيك فولد ده بتاعت الميدال. لاترال لامينا أوف ذا ثيرويد كارترج، لامينا أوف ذا ثيرويد كارترج، ده مين عملها دي؟ ده حدود البيروفورم فسة، ودي نقطة خطيرة جدا جدا هتعرفوا مشاكلها دلوقتي حالا. بص، مشكلة الفسة دي ان ماشي فيها النيرف اسمه انترنال لارنجيال نيرف، او ماشي فيها نيرف في الفلورة بتاعها اسمه انترنال لارنجيال نيرف. حضرتك بتاكل ومستعجل في الاكل، بتاكل سمك، قام جت عظمة السمك او الشوكة او العظمة بتاعت السمك، وانت مش حتى عاوز تاكل، عايز تاكل اكبر قدر ممكن، انت معزوم عاوز تاكل 3 4 كيلو، ما كانش سمك بقالك سنة، او تقوم تيجي حتة بعظمة السمك او الشوكة بتاعت السمك تروح ساكنة في الحتة دي، خلاص لبدت في الحتة دي، حضرتك تيجي تشيلها وانت ما حضرتش محاضرة عم يوسف وما ركزتش ان الحتة دي ماشي فيها انترنال لارنجيال نيرف، تقوم ضارب النيرف. تقوم لما تضرب انترنال لارنجيال نيرف، ده انت عملت ايه؟ ده انت ضيرت كل السنسيشن بتاعت الابر هاف من اللارنجس. اهو يا باشا، ديورنج سوالوينج فورن بادي مي بي لودج، ممكن يقعد في الحتة دي النيرف مي بي انجل، وانت جاي تشيل فورم بادي ممكن تعمل اصابه لهذا النيرف لو حضرتك ما انتش عارف ان في الفلور بتاعها ماشي نيرف اسمه انترنال لارنجيال نيرف. اخر حاجه بقى، ازاي بنبلع؟ اوعى تتخيل ان عمليه البلع دي بتتم بسهوله، ابدا والله ما بتتم، ده بتتم على ثلاث مراحل. ميكانيزم في سوالوينج او ديجليوتيشن بتمر في ثلاث مراحل. اول مرحله دي فولنتري، اللي هي عمليه المضغ بتاعت الاكل، تقعد تمضغ في الاكل، وبعد ما تمضغ في الاكل بتروح عامل الاكل ده كوره، بتعملها زي الكوره دي، انت مش واخد بالك، كمانك مش مركز، انت مخك في الاكل. اللي ثانيه بيه في عضلتين، واحده اسمها ستايلو جلوسس والثانيه اسمها بلاتو جلوسس، دول جايين من فوق، دول بيرفعوا اللسان، يقوم اللسان بيرفعوا اللسان يضغطوه ضد سقف الحنك، يوم يعمل لك ايه؟ بولس اوف فود، كوره من الاكل. الكوره دي ايه سببها؟ الاكل ده مش بدانه سايل، لا ده بتعمل كوره كده، كوره كده كانك بتعمل بالظبط كفته كده. هذه الكوره اتعملت بارتفاع بين رفعت الطنج اجينس هارد بلت من التب وانت ماشي ورا بعضلتين، ستايلو جلوسس اند بلاتو جلوسس مصر. تاني مرحله انفولنتري، خلاص بقى هاخد خط سيرو. بص بقى، بلد سوفت بلد، ارفع السوفت بلد بالليفيتور بلطاي، شد السوفت بلد بتنسر بلطاي. يبقى انت هنا كده بترفع السوفت بلد بالليفيتور بلطاي، وبتشد وبتعمل تنس بتنسر بلطاي. في نفس الوقت بتقفل فرنجة الاسمص اللي هي بين الاورو فارنجس والنيزو فارنجس، علشان الاكل ما يطلعش النوز ويرجع تاني لمناخيرك، ما شفناش انت بتاكل حتى لو انت نايم لو انت واقف، الاكل ما بيرجعش. ليه؟ لان انت قفلت الفرنجة الاسمص، مين قفلها؟ بلاتو فرنجس مصل، اليمين والشمال. بلاتو فرنجس مصل، قفلت الفرنجة الاسمص الفراغ اللي بين النوزو فارنجس والاورو فارنجس، قفلناها يا جماعة، أهو لما قفلناها قفلناها ببلاتو فرنجس ايه؟ مصل. قفلناها ببلاتو فرنجس ايه؟ مصل. خلي بالك دلوقتي لسه الاكل فين؟ في الايه؟ في اخر حدود الاورو فرنجس. وبعدين قام جت عندك العضلات الداخليه بتاعت الفرنجس اللي هي ستايلو فريه ستايلو فرنجس بلاتو فرنجس اند سلبنجو فرنجس، بيشدوا الفرنجس واللارنجس لفوق، شدوا الفرنجس واللارنجس لفوق. في نفس التوقيت في نفس التوقيت الفارنجس بيكون اعلى سنه من اللارنجس، تمام كده؟ لان الفارنجس اصلا من فوق، الفارنجس اصله فوق،
في نفس التوقيت تقوم تيجي عضلتين ثم قارب جلوتك ماسل يعملها كونتراكشن يقفلوا اللارنجس او في نفس التوقيت ات ذا سيم تايم فتحة اللارنجس اتقفلت بانقباض عضلتين اسمهم قاري بجلوتك ماسل اللي هم عامل الفول دول قاري بجلوتك ماسل علشان الاكل ما يدخلش على الايه؟ على الحنجرة والاكل تقوم عدى الحنجرة تبدا الكونستريكتور ماسل سوبيريور وميدل وانفيريور يعملوا برستالتك موفمنت عشان يدفعوا الاكل فين؟ الى المريء الى المريء وهو عباره عن الاسوفجس. كده الاكل اتوجه على طول على الاسوفجس عشان خاطر يتحرك على الاستومك وياخد خط سيره ماشي وان شاء الله بالهنا والشفاء وبامر الله مع الاكل الجميل. واخيرا اشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الاستاذ الدكتور يوسف حسين استاذ التشريح وعلم الأجنة. واخيرا اذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.